بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد وبكل السادة مشاهدي ومحبي حلقات الاسكولة التعليمية في كل مكان. معانا النهاردة معانا حلقة جميلة وممتعة ومفيدة جدا بإذن الله. حلقة مراجعة ليلة الامتحان للعام الحالي الجديد لمادة علوم الصف الرابع. طب الحلقة النهاردة مختلفة؟ طبعا مختلفة بإذن الله. عملنا قبل كده يا ولاد حاجات مهمة جدا، 6 حلقات مراجعة عملنا فيهم، حلقة على تعليلات المنهج بالكامل، وحلقة على مفاهيم ومصطلحات وتعريف المنهج في علوم الصف الرابع، وحلقة لجميع الصور والرسوم والتجارب اللي كانت موجودة في منهجنا، وحلقة لجميع المقارنات، وحلقة للرسوم، وحلقة لوظائف الأعضاء. 6 حلقات غطينا بيهم المنهج وكانوا متفصلين ومتفصصين بالكامل. النهاردة فكرنا فكرة مختلفة، نعمل ونجيب نوعية أسئلة جديدة زي أكمل واختيار من متعدد وصوب وصح وغلط والرسوم وكتابة البيانات على الرسوم، نوعيات أسئلة كتير ومختلفة. عملنا جينا على منهجنا واللي بيتكون من وحدتين مختلفين. الوحدة الأولى شملت 4 دروس، درس الجهاز الهضمي، ودرس الجهاز التنفسي، ودرس الخلية، ودرس أهمية ضوء الشمس للكائنات الحية. والوحدة الثانية اللي كان معانا فيها درسين، صور الطاقة، والدرس الثاني الكهرباء وأنواعها. عملنا فكرنا في فكرة جميلة ان احنا نجيب جميع تدريبات الكتاب المدرسي من اول درس لاخر درس ونحل اسئلته. تيجي نبص نلاقي عملنا حصر شامل لجميع اسئلة دروس محتوى منهج علوم الصف الرابع واللي ما بيخلاش منها الامتحان. يا رب الحلقة تكون مفيدة. عندك الصنفين، عايز تعليلات، مفاهيم، مقارنات، وظائف، صور ورسوم وتعليلات، موجود حلقاتها. عايز تدريبات الكتاب المدرسي ومصحوبة بالورق، هتلاقي كل حاجة حلوة ومفيدة هتلاقيها مع الاسكولة. يلا على طول ما نضيعش وقت ونروح لأول سؤال في أول درس، ودرس الجهاز الهضمي. أول نشاط أجهزة جسم الإنسان التغذية وكمان الهضم، وظيفة مين؟ الجهاز الهضمي. طب التانية توزيع الغذاء المهضوم والأكسجين على جميع خلايا الجسم، مين اللي بيقوم بالوظيفة؟ توزيع، يبقى الجهاز الدوري. الأولى هضمي، التانية دوري. التالتة المسؤول عن عملية التنفس، بدام عملية التنفس يبقى الجهاز التنفسي. الرابعة تخليص الجسم من المواد الضارة وإخراجها، يبقى الجهاز البولي. الخمسة مين اللي وظيفته الإحساس والسمع والشم والخواص والحواس المختلفة؟ الجهاز العصبي. ودي الشريحة الأولى. نيجي للشريحة الثانية، تركيب الجهاز الهضمي، والشكل بيبين قدامنا وبيسأل مكونات الجهاز الهضمي جزئين، الجزء الأولاني القناه الهضمية والجزء الثاني ملحقات القناة الهضمية. طب مكونات القناة الهضمية بالترتيب، أول واحدة تجويف الفم، وادي الصورة قدامنا. 2 قلب العوم. 3 المريء. 4 مين؟ 4 برافو عليك كل اللي سبق وقال المعدة، وادي صورتها وادي اسمها. 5 مين؟ الأمعاء الدقيقة الداخلية اللي موجودة بين مين؟ الأمعاء الغليظة واللي هي تمثل العضو السادس. نيجي لملحقات القناة الهضمية، العوامل المساعدة هم مين؟ الغدد اللعابية واللي موجودة في تجويف الفم. طب نمرة 2 الكبد، وادي الكبد وادي صورته. نمرة 3 البنكرياس الأصفر اللي شبه ورقة الشجر، ودي ملحقات القناة الهضمية. السؤال اللي بعده، مخطط موجود في الكتاب المدرسي، الجهاز الهضمي يتكون من القناة الهضمية. طب والجزء الثاني ملحقاتها. طب مكونات القناة الهضمية، الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. كتب وظيفة الفم ومحتوياته. طب البلعوم تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. طب المريء أنبوبة عضلية مرنة تصل بين البلعوم والمعدة. طب المعدة
كيس عضلي يهضم هضم غير كامل للمواد البروتينية، الأمعاء الدقيقة هضم كل للطعام، الأمعاء الغليظة تنتهي بفتحة الشرج. نيجي لمين بعد كده؟ الملحقات، الغدد مين؟ اللعابية والكبد، والتالتة البنكرياس. يبقى هنا الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس. الغدد اللعابية تفرز اللعاب في الفم، الكبد يفرز العصارة الصفراوية، البنكرياس يفرز العصارة على اسمه البنكرياسية، مخطط بالكتاب المدرسي كتاب الشرح. السؤال اللي بعده أكمل واختر على أول سؤال في درس الجهاز الهضمي. نمرة واحد، يتم امتصاص الغذاء المهضوم، يبقى المكان فين بدل امتصاص الأمعاء الدقيقة واكتبناها في المكان الخالي. نمرة اتنين، يبدأ هضم النشويات بواسطة، يبقى عايز الايه؟ العضو اللي بيهضم النشويات. مين هو؟ اللعاب، واكتبناها في النقط. السؤال الثاني، الرسم ده بيوضح جزء من الجهاز الهضمي، طب بيسمى مين؟ المعدة، يبقى ده شكل المعدة. السؤال الثالث يا أولاد، الرسم ب يوضح جزء من الجهاز الهضمي، طب اسمه ايه؟ الأمعاء الغليظة، وادي رسمتها معانا. السؤال اللي بعده، أي العبارات التالية صحيح وأيها خطأ؟ نمرة ألف، العصارة المعدية تهضم الدهون، الإجابة خطأ، العصارة المعدية لا تهضم الدهون. ب، اللعاب يهضم البروتينات، الإجابة خطأ، اللعاب بيهضم النشويات. نيجي النمرة جيم، العصارة الصفراوية بتساعد في هضم الدهون، والإجابة طبعا صحيحة. ضع البيانات على الرسم، اذكر الأعضاء التي يتم فيها هضم المواد النشوية، بنبدأ بمين؟ بالفم بواسطة اللعاب، والفينش والنهاية في الأمعاء الدقيقة. نيجي النمرة به، فائدة المعدة كلنا عارفينها، تهضيم الطعام جزئيا بواسطة العصارة المعدية. نيجي النمرة جيم، ما اسم العضو الذي يفرز الصفراء أو العصارة الصفراوية؟ كلنا عارفينه، الكبد يفرز العصارة الصفراوية. السؤال اللي بعده، ادرس الرسم ثم أكمل، يبدأ هضم البروتينات فين؟ أقول له البداية يبقى المعدة. نمرة ب، يبدأ هضم النشويات، كل المواد النشوية يبقى الفم بواسطة اللعاب، والذي تفرزه الغدد اللعابية. نمرة جيم، يبدأ هضم الدهون، بيسأل على الدهون، بداية هضمها دي سمينة قوي، يبقى بداية الهضم في الاثنى عشر الموجودة بالأمعاء الدقيقة. السؤال السابع، عايز بعض النصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي، نقول له اثنين أو ثلاثة. نمرة واحد، مضغ الطعام جيدا. نمرة اثنين، ممارسة الرياضة بانتظام، دي بعض النصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي. السؤال اللي بعده، تركيب الجهاز التنفسي، وادي الرسم قدامك، وادي الاسم امامك. طب مكونات الجهاز التنفسي، مين اول عضو؟ اول عضو الانف. طب تاني عضو؟ قلب العوم، تجويف مشترك. طب تالت عضو؟ تالت عضو القصبة الهوائية، وادي العقل بتاعتها، وادي شكلها. رابع عضو الشعبتان الهوائيتان، فرع يمين وفرع شمال. نمرة خمسة، الرئتين، ودي مكونات الجهاز التنفسي، وادي الرسم أمامك. السؤال اللي بعده، مخطط للجهاز التنفسي زي ما خدنا في الهضمي، مين أول عضو؟ الأنف. طب تاني عضو؟ قلب العوم. تالت عضو القصبة الهوائية، ثم الرئتين. طب يا ترى محتويات الأنف بتبطن من الداخل بإيه؟ بشعر، وإيه؟ وطبقة مخاطية، وكمان شعيرات دموية. طب الشعر والطبقة المخاطية بيعملوا إيه؟ حجز الأتربة والميكروبات. طب والشعيرات الدموية تدفي الهواء قبل دخوله للرئتين. طب البلعوم تجويف مشترك بين الهضم والتنفسي. طب القصبة الهوائية أنبوبة مزودة بحلقات غضروفية، طب تتفرع إلى إيه؟ أيوة، إلى قصيبات تدخلان إلى الرئتين. طب الرئتين بها حويصلات هوائية. طب العملية اللي بتحصل فيها عملية مهمة تسمى تبادل الغازات.
اسم الجهاز مين؟ الجهاز التنفسي، وجايب لي 5 أعضاء وعايز ياخدهم. مين العضو؟ نمرة ألف. ووظيفته؟ العضو ألف مشاور على القصبة الهوائية. طب وظيفته؟ مرور هواء الشهيق والزفير. طب نيجي للعضو نمرة ب، مشاور على مين في الرسم؟ الحويصلات الهوائية، البالونات. طب وظيفتها؟ عملية تبادل الغازات. طب نمرة جيم، مشاور على الشعب الهوائية، ودي إحدى الشعبتين وإحدى الفرعين، آدي فرع وآدي فرع. طب وظيفتها؟ مرور الهواء للحويصلات الهوائية. نيجي لنمرة دال، مين نمرة دال؟ أيوة دي إحدى الرئتين اللي أخدى اللون الرمادي ده، رئة اللي على إيد اليمين رئة يسرى، واللي على إيد الشمال رئة يمنى، لأني مش بتكلم على نفسي، بتكلم على الشخص اللي واقف قصادي. وظيفة الرئتين بتتم بها عملية الشهيق والزفير، وبتمتص الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون. نمرة هي مين؟ الإطار، الغشاء، الحجاب، الحاجز. يفصل بين تجويف البطن وتجويف الصدر، هنا العضو وهنا الوظيفة. السؤال اللي بعده أكمل، تساعد عضلة مين على آلية عمل الرئتين؟ أقول له مدام عضلة عرفتها، الحجاب الحاجز. يحدث تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية بين مين ومين؟ بين الهواء وبين الدم، وممكن أقول بين الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية، الاثنين صح. نمرة 3، يدخل الهواء للرئتين، بدم يدخل يبقى عملية الشهيق، يخرج يبقى عملية الزفير. السؤال الثالث، ليه هواء الشهيق مختلف عن الزفير؟ يلا نقول هواء الشهيق يحمى للهواء بغاز الأكسجين، طب هواء الزفير يحمى للهواء بثاني أكسيد الكربون، الدخول شهيق والخروج زفير. علل، يفضل التنفس من الأنف وليس الفم. الإجابة لأن الأنف تحتوي على شعر وطبقة مخاطية تنقي الهواء من الأتربة والميكروبات. طب الثاني، شعيرات دموية تدفي الهواء قبل دخوله للرئتين، وده سؤال مين؟ علل. ومن الأسئلة المهمة جدا 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 واللي مستر حامد بيأكد عليها، السؤال اللي بعده، جايب لي رسمتين، اللي فوق دي بتمثل الخلية الحيوانية، واللي تحت بتمثل الخلية النباتية، وجايب لي أكشف عن 6 حاجات موجودة هنا وموجودة هنا ولا لأ؟ يلا نقول مع بعض، مين أول عنصر؟ الجدار الخلوي، شفته فين؟ شفته هنا عند النباتية وما شفتوش عند الحيوانية، هنا يوجد وهنا لا يوجد. طب الغشاء البلازمي، شفته هنا؟ أيوة. شفته هنا؟ أيوة. يبقى يوجد هنا ويوجد هنا. النواة فين؟ أهي النواة، أهي توجد هنا وتوجد هنا. السيتوبلازم، سائل الخلية، زي ما انتوا شايفين موجود في الاثنين، موجود هنا وهنا. البلاستيدات الخضراء، لا من اسمها، موجودة في الخلية النباتية ومش موجودة في الحيوانية، هنا توجد في النباتية وهنا لا توجد. الفجوة العصارية، موجودة فين؟ زي ما انتوا شايفين في النباتية ومش موجودة في الحيوانية. السؤال اللي بعده، اختر أي مما يلي يوجد في النباتية ولا يوجد في الحيوانية؟ عرفتم؟ أيوة طبعا، البلاستيدات الخضراء. الكائنات الحية وحيدة الخلية، مين أمثلتها مين؟ عرفت؟ طبعا عرفت، فطر الخميرة. نمرة 3، يوجد في فطر الخميرة الـ4 مكونات دول، ما عدا مين؟ بدل ما عدا يبقى عايز اللي مش موجود. عرفتم؟ طبعا بإذن الله، البلاستيدات الخضراء، لأن فطر الخميرة كائن محلل بينما البلاستيدات الخضراء بتوجد في الكائنات المنتجة فقط. السؤال اللي بعده، جايب لي العضو وعايز الجهاز اللي بيتبعه، المعدة تتبع الجهاز الهضمي، القصبة الهوائية تتبع الجهاز التنفسي، شريحة سهلة وجميلة. السؤال اللي بعده، مقارنة بين النباتية والحيوانية وفطر الخميرة، ووجه المقارنة، عم جايبه 3 مواد، النواة، لا يا عم موجودة هنا وهنا وهنا. السيتوبلازم، ماله ماله
ماله؟ موجود في الثلاثة، نباتي وحيواني وخميرة. البلاسترات الخضراء موجودة عند النباتية. طب والحيوانية؟ لأ. وفطر الخميرة؟ لأ. السؤال الرابع، اذكر مثال واحد كائن وحيد الخلية، نقول له مين؟ فطر الخميرة. نمرة 2، عضو اختاره انت في الجهاز الهضمي، انا اخترت المعدة او الامعاء الدقيقة، وانت ممكن تختار اجابات غيري. نسيج في نبات، نجيب مين؟ ايوه، نسيج بشرة اوراق البصل. شرايح من الخلايا المتشابهة، جهاز يقوم بالنقل في الإنسان، بالنقل يعني الدوران، عرفته، يبقى الجهاز الدوري. السؤال اللي بعده، اختر نمرة 1 من الكائنات المنتجة. أيوة، الطحالب الخضراء. نمرة 2 من الكائنات المحللة، عرفت؟ أيوة، فطر الخميرة والفطريات بصفة عامة. يعتبر الصقر من الكائنات؟ أيوة، المستهلكة، بينزل يقطف اللي هو عايزه ويطلع على طول. توجد البلاسترات الخضراء، خضراء يبقى عرفتها، في الكائنات المنتجة. 5، فطر عفن الخبز، من اسمه عفن، يبقى الكائنات المحللة. شريحة دي هامة جدا، ودايما تلاقيها في الامتحانات على أكمل وعلى اختر وغيره. السؤال اللي بعده، أكمل ما يلي، تنتج النباتات الخضراء غاز في عملية البناء الضوئي. أقول له هي بتاخد ثاني أكسيد الكربون، يبقى تنتج الأكسجين. يتم الكشف عن النشا، مين اللي بيكشف عنه؟ عرفناه، محلول اليود. تحتاج النباتات في عملية البناء الضوئي لثلاث مواد، حاجة من تحت وحاجة من فوق وحاجة من نص. من تحت الماء والأملاح، والتانية الضوء من الشمس، والتالتة ثاني أكسيد الكربون من الهواء. السؤال الثالث، جايب لي مجموعة من الكائنات حيوانية ونباتية ومختلفة، وبيقول لي وزعها، مين فيهم اللي منتج؟ أقول له عرفت، نبات الذرة لأنه من النباتات، والطحلب الأخضر لوجود البلاستيدات. اللي بعده، الكائنات المستهلكة، مين في الطقم اللي فوق ده مستهلك؟ الكلب والأسد والإنسان. طب مين فيهم من الكائنات المحللة؟ فطر الخميرة وبكتيريا الزبادي، وشريحة سهلة وجميلة. السؤال اللي بعده، علل للكائنات المحللة، لها أهمية اقتصادية كبيرة، يبقى نقول وظيفتها. الوظيفة الأولى، لولاها ما كناش اتخلصنا من جثث الكائنات الميتة. الوظيفة الثانية، تزيد من خصوبية التربة. السؤال اللي بعده، علل وجود بلاستيدات خضراء، يبقى عايز فايدتها، بتعمل ايه؟ تمتص الطاقة الضوئية للقيام بعملية البناء الضوئي وتكوين الغذاء. السؤال اللي بعده، مقارنة جميلة بين الكائنات المنتجة والمستهلكة والمحللة. طب وجه المقارنة من حيث الغذاء ومن حيث الأمثلة لكل نوع، هنا المنتجة وهنا المستهلكة وهنا المحللة. يلا نتكلم على التغذية، نلاقي المنتجة تصنع غذائها بنفسها. طب المستهلكة نقول ايه؟ لا تصنع غذائها بنفسها. طب المثال بتاع المنتجة، اخترنا النباتات الخضراء او الطحالب الخضراء. طب المستهلكة، لا تصنع غذائها بنفسها زي الاسد وزي الكلب، دي امثلة وتقدر تضيف اخرى. اللي بعده، المحللة، لا تصنع غذائها بنفسها زي البكتيريا وبعض أنواع الفطريات. أكمل ما يلي، يتصاعد غاز مين في عملية البناء الضوئي؟ أقول له الأكسجين. طب مين اللي بيخرج في التنفس؟ أقول له ثاني أكسيد الكربون. السؤال اللي بعده، جسم الكائن الحي بيكون من أجهزة، وكل جهاز يتكون من، أيوة، عايز أولاده، من أولاد الجهاز؟ الأعضاء. طب كل عضو يحتوي على من أولاد الأعضاء؟ الأنسجة، ولكل منهم وظيفة خاصة. نمرة 3، يتم هضم المواد البروتينية. البروتينات زي اللحوم وزي الأسماك وزي الفول والبيض، بتهضم فين أولا؟ في المعدة، ثم مين؟ الأمعاء الدقيقة، بالتحديد الاثنى عشر. نمرة 4، مين الكائنات المسؤولة عن تحليل البقايا الحية للكائنات؟ أقول له من اسمها، الكائنات المحللة. 5، من أمثلة العصارات الهضمة في جسم الإنسان، العصارة؟
صفراوية، والعصارة البنكرياسية. ستة، من أمثلة الكائنات وحيدة الخلية، جسمها كله خلية واحدة، أقول له فطر الخميرة. نمرة سبعة، تتحول الطاقة إيه في النبات الأخضر إلى طاقة إيه؟ أقول له النبات بيمتص الطاقة الضوئية ويحولها إلى طاقة كيميائية، طاقة تفاعلات تخزن في صورة غذاء، ودي شريحة مهمة جدا جدا. السؤال اللي بعده، اختر، يتم تبادل الغازات في التنفس، فين تبادل الغازات؟ أيوة، في الحويصلات الهوائية الموجودة بالرئتين. نمرة اتنين، يستخدم النبات في البناء الضوئي غاز؟ أيوة، ثاني أكسيد الكربون، لأنه قال بيستخدم يعني بيستهلك، ما قالش ينتج. يتجمع الغذاء غير المهضوم، بدل غير مهضوم يبقى فضلات، يبقى مكانه فين؟ في الأمعاء الغليظة. نمرة أربعة، من أعضاء الجهاز التنفسي، من فدين عضو تنفس، عرفت ولا أقول لك؟ برافو عليك، الرئتين. نمرة خمسة، تقع المعدة من مكونات الجهاز؟ أقول له عرفت، دي بتختص بالأكل، يبقى الجهاز الهضمي، وشريحة جميلة. السؤال اللي بعده، في أي جزء يتم إفراز اللعاب؟ بدم لعاب، يبقى فين؟ يفرز اللعاب في تجويف الفم. نمرة اتنين، ما علاقة العضو رقم تلاتة بهضم الدهون؟ طب مين هو تلاتة؟ هنا تلاتة، يبقى عرفت مكان ده؟ ده الكبد. طب مين اللي في المكان ده؟ الحويصلات الصفراوية. علاقتها ايه بهضم الدهون؟ الكبد يفرز العصارة الصفراوية التي تهضم الزيوت والدهون. نمرة ثلاثة، حدد رقم العضو اللي بيمتص الغذاء المهضوم. اقول له بدل جبت سيرة الامتصاص، يبقى العضو مين؟ العضو اللفائفي في الامعاء الدقيقة، ده الجزء الثاني من الامعاء الدقيقة اللي بيقوم بامتصاص الطعام ونقله من الامعاء الدقيقة الى الدم. السؤال اللي بعده، مقارنة جميلة بين البلاستيدات الخضراء وبين البلاستيدات الخضراء كوجه مقارنة، وجدار الخلية كمقارنة لمين؟ للنباتية والحيوانية. يلا، أول عنصر، البلاستيدات الخضراء توجد فين؟ في النباتية، ولا توجد في الحيوانية. طب جدار الخلية، أقول له عند النباتية ومش عند الحيوانية، والجدار الخلوي ده بيحفظ شكلها. السؤال السادس، اذكر نوع العصارات التي تفرزها الغدد اللعابية. ويلا نشوف، ادي الغدد اللعابية، مين العصارة بتاعتها؟ اللعاب. طب بيهضم فين؟ في الفم. طب الكبد بيفرز العصارة الصفراوية. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي وحدة بناء جسم الكائن الحي. عرفتها، الخلية. نمرة اتنين، سائل بيفرز في الفم ويعمل على هضم المواد النشوية، مين؟ اللعاب. تلاتة، عصارة تفرز من الكبد وتهضم الدهون، اقول له عرفتها، العصارة الصفراوية. نيجي لنمرة اربعة، عضيات صغيرة، اول ما يقول عضيات صغيرة من غير ما تفكر ولا تحتار، نعمل ايه؟ نقول له البلاستيدات الخضراء موجودة في الخلية النباتية، وهي اللي تقوم بعملية البناء الضوئي. نمرة خمسة، الكائنات الحية التي تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي، مين؟ يلا نشوف الإجابة، الكائنات المنتجة. طب لو قلت النباتات الخضراء كده أنت بتقول مثال، قول اسم العيلة أفضل. اللي بعده، السؤال اللي بتخافوا منه، ماذا يحدث؟ نمرة واحد، لو غابت البلاستيدات الخضراء من خلايا النبات اللي يحصل؟ لا يكون النبات غذاؤه بعملية البناء الضوئي. نمرة اتنين، لو غابت الكائنات المحللة من الطبيعة نفقد حاجات كتير، منها تراكم جثث الكائنات الحية في التربة. طيب نمرة تلاتة، لو استم استئصال الأمعاء الدقيقة نقول له ايه؟ لا يمكن هضم الطعام كليا ونشعر بمتاعب صحية. اللي بعدها، أربعة، ماذا يحدث لو تم استئصال لسان المزمار من الإنسان؟ يدخل الطعام والشراب للقصبة الهوائية، وقد يتعرض الإنسان للوفاة. عدم وجود مخاط أو شعر والأنف، مين في وظيفته؟
وظيفته كان بيرطب الهواء ويزيل الأدخنة والأتربة والميكروبات. نقول ايه هنا؟ لا يرطب الهواء وتدخل الأتربة والميكروبات للجهاز التنفسي. يبقى احنا كده عالجنا النقطة. السؤال اللي بعده اكمل: الطاقة هي القدرة على بذل شغل. نمرة 2: الطاقة ايه وايه وايه من صور الطاقة؟ اقول له يبقى انت عايز ايه الامثلة؟ نقول له الصوتية، الضوئية، الحرارية، وخد عندك الكهربية والكيميائية وغيره. نمرة 3: تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة ايه في المصباح؟ اقول له المصباح بيديلنا ضوء، يبقى ايه؟ لا طاقة ضوئية. 4: ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الاجسام. 5: تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة، اقول لك الى طاقة حركية، لان ده مين؟ موتور السيارة يعمل حركة. نمرة 6: تتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية، عرفت مين؟ الخلايا الشمسية واللي موجودة في الالات الحاسبة الصغيرة. السؤال اللي بعده: عند نزع مسمار من لوح خشبي، علل يصبح المسمار دافئا، ايه سر الدفء بتاعه؟ الاجابة: تتحول الطاقة الحركية الى طاقة حرارية وتؤثر في الاحتكاك. اللي بعده جايب لي زنبرك، ادي زنبرك الف وادي زنبرك ب، والاتنين متشابهين الف مع ب، ولكن تم ضغط الزنبرك الف قليلا، دوسنا على ده جامد عشان نثبته في مكانه، وضغط الزنبرك ب بدرجة اكبر، يبقى مين الاكبر في التثبيت؟ ب، وده اقل في التثبيت. ما اسم الزنبرك وما اسم الطاقة التي يختزنها كل زنبرك؟ كل زنبرك يا ولاد بيحول من حركة لوضع، يبقى الطاقة المخزنة هنا هي طاقة مين؟ هي طاقة الوضع. طب ما الزنبرك الذي يختزن طاقة أكبر؟ أقول له مادام طاقة أكبر يبقى الزنبرك ب، لأن تم ضغطه وتثبيته بقوة عن ألف. علل سقوط أشعة الشمس الضوئية على عدسة مجمعة موضوع أعلى ورقة، مش علل آسف، ماذا يحدث لو نزلت أشعة الشمس على العدسة المجمعة؟ الإجابة نقول له إيه؟ تحترق الورقة لتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية. نمرة 2: لو جذبت أستك مثبت من طرفيه ثم تركته، نقول له نسمع صوتا لتحول من طاقة حركية إلى طاقة صوتية. نمرة كام؟ نمرة 3: لو دلكت ايديك ببعضهم في فصل الشتاء الا يحصل نشعر بالدفء والحرارة، لتحول الطاقة الحركية الى طاقة حرارية. 4: ترقي شكر النانا على منضدة، اقول له سهلة، نسمع صوتا لتحول الطاقة الحركية الى طاقة صوتية. 5: تعريض اشعة الشمس وخلية شمسية لضوء الشمس، الخلية الشمسية زي اللي في الآلة الحاسبة، لو جالها ضوء الشمس إلا يحصل تشتغل من غير البطارية. يبقى نقول الإجابة إيه؟ تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية. طب اذكر تحولات الطاقة الآتية: نمرة 1: عند ذهابك إلى المدرسة راكب دراجة، الإجابة: تتحول الطاقة الكيميائية، منين دي؟ الطاقة المخزنة في جسم الإنسان، إلى طاقة حركية تدير المروحة. طب نمرة 2: إضاءة المصباح الكهربي في الفصل، إيه اللي يحصل له؟ تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. نمرة 3: لو تم تشغيل المروحة الكهربية عند عودتك لذلك، نقول له إيه الإجابة؟ المروحة اشتغلت يبقى خدت كهرباء ولكن اديتنا حركة، وده سؤال مهم جدا في ماذا يحدث. السؤال اللي بعده: ماذا يحدث؟ دلك شعرك بالمشط، الإجابة: وقوف شعر الرأس لتولد كهرباء ساكنة. 2: دلك المسطرة من البلاستيك بقطعة من الصوف، إيه اللي يحصل؟ الإجابة سهلة، تتولد كهرباء ساكنة على المسطرة. سؤال نمرة 3: دلك بالون منفوخ بقطعة من الصوف ثم تقريب البالون من الشعر، إيه الإجابة؟ ينجذب البالون لمين؟ للشعر. نمرة 4: لو حذفت ومنعت وحجبت،
البطارية من الدائرة الكهربية المغلقة، أقول له ما تشتغلش من غير البطارية، لا يمر التيار الكهربي في الدائرة الكهربية. ما نتيجة، قول النتيجة المترتبة على تقريب بالون مشحون من حائط، أقول له خلاص مادام مشحون يبقى إيه اللي يحصل؟ ينجذب البالون للحائط، دي نمرة واحد. ونيجي لنمرة اتنين، غرس شريحة نحاس وشريحة خرسين في ليمونة وتوصيلها بالمصباح الكهربي، الإجابة يا شطار سبحان الله، يضيء المصباح الكهربي لتولد التيار الكهربي. نمرة ثلاثة، عدم وجود مفتاح كهربي في الدايرة، أقول له المفتاح بيقفل ويفتح، يبقى لا يمكن فتح وغلق الدايرة الكهربية. اللي بعده ثلاث تعريف جميلة وثلاث مفاهيم جمال. الكهرباء الساكنة هي شحنات كهربية تبقى على الجسم، الكهرباء المتحركة هي شحنات كهربية تنتقل خلال أسلاك توصيل، الدائرة الكهربية هي المسار المغلق للتيار الكهربي. شريحة جميلة، ونشوف شريحة أخرى ومقارنة بين الكهرباء الساكنة والكهرباء التيارية من حيث التعريف وطريقة التوليد. تعريف الكهرباء الساكنة شحنات كهربية تبقى على الجسم، طب الكهرباء التيارية شحنات كهربية تنتقل خلال أسلاك توصيل، طب بتتولد إزاي؟ الساكنة بالدلك، والتيارية من أعمدة جافة اللي هي البطاريات أو الدينامو أو مصادر كهربية مختلفة. حل شامل يا أولاد لجميع أسئلة الكتاب المدرسي ما شاء الله. السؤال الخامس، علل انجذاب قصاصات الورق إلى مسطرة تم دلكها بالشعر، أقول له مادام اتدلكت في الشعر يبقى تولدت شحنات كهربية ساكنة لتولد شحنات كهربية ساكنة. اتنين، انجذاب بالون مدلوك بالصوف للحائط بسبب تولد شحنات كهربية ساكنة، ادي التصويب بتاع الكتابة. تلاتة، يحظر استخدام التيار الكهربي في المنزل، ليه نحظر؟ لعدم التعرض لأخطار التيار الكهربي، وخصوصا لو انت صغير او لوحدك او ما عندكش فكرة عن الكهرباء. السؤال اللي بعده، جايب لي مجموعة أدوات وبيقول لي عايز أعمل دايرة كهربية، لكن مين فيهم اللي استعمله؟ لو أنا عايز كهرباء ساكنة أو كهرباء تيارية، تعال نشوف السؤال ده بيقول إيه، يلا مع بعض. ده واحد اللي هي المصباح الكهربي، واثنين الأسلاك، واربعة البطارية، ده لو أنت عايز تكون مين؟ دايرة كهربية، ودي الإجابة اللي هي الكهرباء التيارية، دي نمرة ألف. ونيجي لنمرة ب، طب لو عايز أنا كهرباء ساكنة مين الأدوات اللي تلزمني؟ قطعة الصوف، أيوة، والبالونة هي اللي تلزمني، كم وكام؟ الإجابة 3 و5. السؤال اللي بعده، صح وغلط ينقطع الصوت عند توقف اهتزاز الشوكة الرنانة؟ أيوة الإجابة صحيحة، لأن الصوت ينشأ بسبب الاهتزاز. نمرة ب، عند ملء زنبرك السيارة اللعبة تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع، الإجابة خطأ. ليه خطأ؟ لأن أنا بملى، يبقى الحركة هي اللي بتتحول لوضع مخزن، وفي ناس بتخطئ فيها. نمرة جيم، تنجذب قصاصات الورق لمسطرة بلاستيك بعد دلكها، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، ما اسم الطاقة الناتجة من دلك اليدين تشعر بدفء؟ يبقى طاقة حرارية. اللي بعده، هي اللي بعدها، طرق باب الفصل، لما تدق على باب الفصل نسمع صوت طاقة صوتية. نمرة جيم، جري تلميذ لما يجري التلميذ نتج عنه حركة من أثر الطاقة الكيميائية اللي في جسمه. نمرة دال، جذب الوتر وشده نسمع صوت طاقة صوتية. دق جرس المدرسة نسمع صوت طاقة صوتية. إضاءة المصباح الكهربي نشوف الإضاءة طاقة ضوئية. السؤال اللي بعده، أكمل، الصوت ينشأ عن اهتزاز الأجسام، الطاقة هي القدرة على بذل شغل، نحصل من الخلايا الشمسية على طاقة كهربية بتشغل الآلات الحاسبة مثلا. انجذاب قصاصات الورق لمسطرة مدلوكة في شعرك، علل، الإجابة ببساطة لتولد كهرباء ساكنة
نمرة اتنين نسمع صوتا عند طرق الشوكة الرنانة، الأجابة لتحول طاقة الحركة إلى طاقة صوتية. نمرة تلاتة لتحدث تحولات للطاقة عندما تقود الدراجة، الإجابة أنت في جسمك مواد وأغذية بتتفاعل مع بعض بتتحول الطاقة الكيميائية المخزنة بالجسم إلى طاقة حركية تدير الدراجة. السؤال الخامس، ما المقصود بكل من الكهرباء الساكنة؟ هي شحنات كهربية تبقى على الجسم. طب التيارية؟ هي شحنات كهربية تنتقل خلال أسلاك توصيل. طب الصوت؟ هي صورة من صور الطاقة تنتقل إلى الأذن فتسبب السمع. ماذا يحدث لو انقطع التيار الكهربي في المنزل يوما؟ أقول له تنطفئ الأنوار وتتوقف الأجهزة الكهربية عن العمل. تقريب مسطرة، تم دلكها بالصوف لقصاصات ورق، تنجذب القصاصات الورقية للمسطرة، جذب الطرف الحر لملف زنبرقي معلق رأسيا ثم تركه حرا. الإجابة يهتز الملف ويحدث تحول بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. السؤال اللي بعده، دي دائرة كهربية وعايز يشوف مكوناتها ووظيفتها، فين نمرة واحد؟ ادي نمرة واحد. مين دي يا مستر حامد؟ دي البطارية. طب وظيفتها بتعمل ايه؟ مصدر للتيار الكهربي. نيجي النمرة اتنين، فين هي؟ اهي من نمرة اتنين، ده المفتاح اللي بتحكم فيه بالفتح والقفل، المفتاح الكهربي وظيفته يفتح ويغلق الدائرة. نيجي النمرة تلاتة، في النمرة تلاتة اهو من ده كلكم عارفينه، أسلاك توصيل كهربية. طب وظيفتها؟ أقول له لها ما تتنقلش الكهرباء، تنقيل التيار الكهربي. نمرة أربعة، أدي نمرة أربعة، من ده؟ المصباح الكهربي. طب وظيفته؟ وظيفته معروفة، الإضاءة، وده هدف شراءه طبعا. بكده يا أولاد الحمد لله خلصت حلقتنا مراجعة ليلة الامتحان على الشكل الجديد، حل أسئلة وتدريبات الكتاب المدرسي بالكامل. يا رب يا أولاد الحلقة تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا منها بإذن الله. اوعى توقف الحلقة عندك، دايما الحاجات اللي فيها خير شير في الخير، مش عشان حاجة والله، عشان الكل يستفيد. وسع الدايرة وخلي الكل ينشر العلم والكل يستفيد. عايزينكم بإذن الله دايما ناجحين ومتفوقين. دي كانت آخر حلقتنا، حلقة جديدة للعام الحالي من منهج علوم الصف الرابع، بالتوفيق وبالنجاح وتحيات كل أفراد أسرة الإسكولة، وتحياتي شخصيا مستر حامد البيومي، واشوفكم على خير وأفكار جديدة، وكل عام وانتم طيبين.